السلام عليكم شباب، معكم مالك من مالك تي في، مالك جيمينج قصدي. اليوم عندنا فيديو جديد. انا لعبت اللعبه دي ونزلت عليها حلقه ولكن كان بدون صوت وللاسف. بس برضو يعني الحمد لله. وفي اليوم حاجات كتير عايز اعملها لكن ما اتوقع اقدر اعمل نصها. المهم اعمل اللي اقدر عليه والباقي بقى اعمل الجزء تاني. انا اللعبة دي اسطورية والله العظيم، مش طبيعية اسطورية خالص، مش طبيعية. انا مش مصدق انها حلوة قوي، انا فكرتها كده يعني ايه كلام ولكن كانت حقيقة. ايه في هنا ليميتد، فاضل له 8 ايام وانا هشتري منه 3. هشتري كل الفلوس اللي معايا. بسم الله. اوكي ماشي. اللي بعده دو يو مبك نايس. اخر واحدة، لا دي رير. يب. هتقولي ازاي عرفت ان هي رير؟ اصله النجمة كان شكلها كده رير، فشكلها ازرق، فاذا لقيتها ازرق اعرف انها رير. انا في ايه؟ المهم هنا نقول كيم دلوقتي. دروري دروري، احلى حاجة دي تخليك تبقى اسرع. تعالى انا دخل معاك يا اسطى، دخلني عايز اخش معاك. لا عايز اخش معاك، ينفع؟ طب دخلني معاك. طيب صح، استنى نسيت الجونت اللي معايا. انا صراحة جربت بعض الناس. واسمه ايه ده؟ شومبو، او يعني تقدر تقوله ناروتو، عجبنيش. وبرضو يعني انا اللي عجبني بس زورو صراحة، زورو اللي احلى غالي. اوكي اتفق معاك انه غالي ولكن كويس. تعالوا شباب، حد يجي معايا. اوكي طبعا هستنى ما عملتش انلوك. طبعا خليني اخش. ايوه اعمل ده كونفيرم. حد يخش معايا شباب؟ حد يخش معايا؟ تعال خش. الحمد لله دخلت حد معايا عشان على الاقل مثلا يقدر يساعدني شوية. وده يعني تاني مرة العب جيم معرفش مين كويس مين مش كويس. انا عارف ان زورو مش طبيعي، زورو اسطوري. فيس فيلم معايا ده هو. ايوه اهو، اهلا يا قطة، معايا قطة. يلا فيرست ويف نورمال. فيديو ده انا تنسوش اللايك والسبسكرايب شباب. ها اهم حاجة اللايك والسبسكرايب. صوت عالي صوت عالي، ده انا حط واحد والصوت عالي عشان يخلي اعمله تاني. خليه كده احسن. مش طبيعي يا عم، دمك اسطوري في تطيره اولى. لا والله بدمج سبلاج ده تقريبا. يقول لك سكيل ووتر دامج. ده بتاع ووتر تقريبا. حط مين؟ حط ده كان ده كان في انمي و دراجون بول. افتكرت دايم. نايس نوت باد. اضرب اللي معايا مش بيضرب اصله الرينج.
هحطه واحد هنا، هحطه في مكان استراتيجي. لو حطيته جنبه بليس خليه كده، بفكر ابيع ده ولا خليه، يعني لا خليه خليه، حرام نبيعه. انا هعمل سكيب، خلاص فزنا. انا الصراحة بحب الانمي قوي الصراحة، ولكن مش بتفرج عليه كتير، يعني انا مدمن الصراحة، مدمن الالعاب اللي فيها انمي بشكل تطوير. لسه عامل تطوير لتو، قصدي سكيب لتو، هو عامل دوليوم ده اسطوري. الابيك ده دايم، الابيك ده اسطوري. الكول داون، الكول داون 3.8، وبيدمج كم ثانية؟ بيدمج كم؟ دمج 57 دايم ده. امسح ده يا عم. كم ين اللي هيسألني هي ايه ين؟ عملة، اتوقع عملة الصين ولا عملة كوريا، حاجة زي كده يعني. هي عملة، عملة، عملة مش عربية، شيء أجنبية. يا صين يا كوريا، والله ده مش طبيعي، قسما بالله ده مش طبيعي، والله العظيم ده أسطوري. أنا والله ما ندمت إني اشتريت جبته. دايم بدمج 100 تقريبا او 99 تقدر تقوله. مين جولك ضربة واحدة؟ قول ده كان اسمه ايه ده؟ ده مش جوكو، ده مش جوكو، هنا الاسامي غريبة خالص. ها سامحوني، انا ما اعرفش الصراحة كتير في الانمي. فين ده؟ طيب يتحط يعني من احمر، احط فين؟ انا احط هنا واعمل بليس، كانت بليس من هنا. احطه فين يعني؟ احطه فوق، استنى احطه فوق. انا بس فتحت الشاشة شوية. بليس ايه ده؟ والله صح، والله صح، فقط. طيب هبيضرب ايه يعني؟ ايه ده؟ ده باور بالتحديد. استنى ده ين عادي، مش همفل، انا مش همفل فلوس. بليس تطوير، من اول ما يطلع كده يلوح يدرهم بيضة بوم بوم. ايه تلي وسطة وديس، شوف قدامك كم يمني، قدامك كم يمني؟ 55. حلو دمك 55، حلو والله. يعني بص، هو انا اعتقد ان ده انا شكلي خلاص ده صار احسن. احط انا واحد. طب بص، طب استنى احط لك انا واحد، حطيت لك واحد يا اسطى، ما تزعلش. يلا واسف على الفيديو، هكون في فيديو اول. انا والله ما عرفتش انه ما فيش صوت الا لما نزلت الفيديو، قلت حرام دلوقتي انتوا هتزعلوا اصلا، تقولوا ايه ده، ده لعب اللعب مش عارف ايه من قبلنا وكده مش هنستمتع. لا انا ما بحبش كده، ما بحبش اخليكم تزعلوا. فعلا انت فين يعني يا ملك الماء؟ ده بتاعي، حطيته انت ماما. يلا تلاقيني بالغلط حطيت. يلا فلوس مليانة، اقتلوهم.
قول لي يا جماعة، أنا شفت دمج 303 تقريبا، مش فاكر قد ايه. 13، ده أنا قلت 13,000 فلوس معايا، طلع 13,000 دمج. بس المهم طلعت ده، وحطيت يعني حاطط أكتر منه ده الصراحة. ده الصراحة سوري، ده اللي بتاع المية. اتوقع في ايديت، عايزة اشيل الافكتات. يو سيتنجز لوكاتي افكتات، ده ثانية اسكيب اوتو واي، خليه اوف. شي كاميرا افكتس، يعني خلي كل حاجة اوف. ايوه حلو كده احسن. اوه نايس، فزنا. جميزة والله. لا لا انا هطلع، ما اعرفش ازاي اطلع، ما اعرفش. انا في الفيديو اللي قبليه عادي نطلت كده، والله عادي نطلت هنا كده كده. دين 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 دين، ما اعرفش ازاي اطلع. لو دست كده هرجع العب كمان جيم، انا مش عايز. طب انا مش عايز، طيب ايش اسوي؟ طيب اعمل ايه؟ ستوري لا، اتوقع لازم اعمل ريفايف مثلا، مش عارف. ممكن لازم اعمل ريفايف، مش عارف اعمل ايه. طيب مش عايز العب الجيم ده، لا انا خلاص اعمل كده. لا فيش ريسيت كاركتر. طب اعمل ايه؟ طيب ازاي اطلع؟ اني ديفندرات طيب يا جماعة بعد الك. طيب انا مش هشتري من العادي، هشتري دايما من الليمتي. مرير ده مش محتاج. انا يا جماعه الفيديو اللي قبليه باعت ناس اداني 400 فلوس، وانا مش عارف اعمل ايه بالفلوس. فانا هعمل سيل ده. الصوت حلو والله. 500 كنت فعلا سيل يا حاج. معايا دلوقتي كام؟ ما اعرفش. انا هدور ايفن ده. طيب اتوقع ده رانك رونز ولا ايه؟ مش فاهم. وما انا عايز اعرف الفلوس دي هحتاج فيها ايه. مش هنا برضو التثبيت، شنو هنا؟ لا اف كي زون، انا مش عارف ال هنا. لا لايك، لا انا بقول لك لايك لايك. مش عايز اروح من ده هنا. اتوقع ليفل 2 اوبن رات شوب. اوكي ما اعرف شو ده، يعرف يكتب لي تحت في الكومنتات. الله يخليك الفلوس ادرام فيها ايه. ويكلي انفنج، عندي اكل ام
معرفش والله، لا معرفش. طيب يا جماعة، ده كان فيديو بتاعي، وان شاء الله يعجبكم. و خدوا دي كمان يعني، عشان بس لدر بورد يعني مش مهم. و سلامة سلام.